نشرة الأخبار عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار، ونبدأها بالعناوين. مجلس شورى مجاهدي درنا وشباب المدينة يصدون هجوما لقوات عملية الكرامة في المدخل الغربي. طيران عملية الكرامة يستهدف مواقع في الظهر الحمر وجنوب الكسرات ومصيف دليس. مقتل 5 من عناصر شورى ثوار بنغازي جراء الغارات الجوية الأيام الماضية. وقوات عملية الكرامة تقصف آليات ومواقع بجنفودة وسط نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية تعيشه المنطقة. أوباما يشدد على ضرورة دعم حكومة الوفاق الوطني حتى تؤمن ليبيا. وإيطاليا تعرب عن موافقتها لاستخدام مجالها الجوي لدعم العمليات العسكرية في سرت. أهلا بكم. أفاد مصدر إعلامي في مدينة درنا بأن قوات مجلس شورى المجاهدين وشباب المدينة صدوا محاولة تقدم لقوات عملية الكرامة في المدخل الغربي لدرنا بعد اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة. وأكد المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار تقدم قوات المجلس والشباب المساندين لهم إلى مسافة قريبة من منطقة كرسا غرب مدينة درنا. وأضاف المصدر أن قوات شورى مجاهدي درنا نفذت في الساعات الأولى من صباح الجمعة هجوما على قوات عملية الكرامة المتمركزة في منطقة بوضحاك جنوب شرق المدينة، تمكنت خلاله من الاستيلاء على ذخائر وآليات بحسب المصدر. من جانبها قالت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة لعملية الكرامة إن طائراتها العمودية استهدفت مواقع وتمركزات في مدينة درنا. وأوضحت رئاسة أركان القوات الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الأهداف المستهدفة هي مواقع في جنوب الكسرات ومفترق تي وسي علي ومصيف دليس ووادي تمسكت، بالإضافة إلى موقعين بالقرب من مصنع اللدائن ونصب القرباع وتجمع للأليات في الظهر الحمر. هذا وأعلن المكتب الإعلامي للمستشفى الميداني عين مارة استقباله 19 جريحا من قوات عملية الكرامة أصيبوا جراء الاشتباكات التي وقعت في محور الظهر الحمر. قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا جوناثان واينر إن التفجير الأخير في مدينة بنغازي يعد مأساة على المجتمع الليبي. كما أعرب واينر في تغريدة له على تويتر عن قلقه من ارتفاع أعداد القتلى في مدينة سبها قائلا إن هذه الإحصائيات سيئة للغاية. وأشار المبعوث الأمريكي أن ليبيا تصارع من أجل تحرير نفسها ممن وصفهم بالإرهابيين المجرمين. ونشد عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي في نشرة سابقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والقبائل في الشرق الليبي التدخل لإيقاف الحرب على مدينة درنا والقصف الجوي على المدنيين. إلى كل العقلاء في المناطق المجاورة لمدينة درنا، إلى كل القبائل بكل أطيافها، العبيدات، المرطين، الحاسة، البراحسة، العبيدات، كل القبائل يتوجه إليهم بمناشدة ونداء لحقن دماء الشعب الليبي ولحقن دماء أبنائنا جميعا، فالقاتل والمقتول هم من أبناء ليبيا. هذه الحرب الخاسر الرابح فيها خاسر ولا أحد رابح بين الأخوين وبين الأشقة وبين الأهل. وأنا أناشد المجلس الرئاسي أن يكون له دور وأن يظهر على الشاشة وأن يتكلم لما تتعرض له مدينة درنا من قصف. ودعا المحلل السياسي والعسكري عادل عبد الكافي في نشرة سابقة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة إلى العمل على إيقاف الحرب في درنا وبنغازي وتحديد القوات الخارجة عن شرعية الدولة، معتبرا أن تصنيف قوات مدينة درنا إرهابية هو ذريعة لمواصلة الحرب على المدينة. ما يقوم به خليفة حفتر استمرار إصباغ صفة الإرهاب والدواعش والقاعدة على مقاتلين درنا وأبناء مدينة درنا ليستخذ ذريعة لاستمرار الحرب في المنطقة الشرقية، وأن يكون له دور يستخدم جميع الأساليب سواء قصف بالطائرات سواء بافتعال الصراع ما بين أبناء المنطقة الشرقية، لأن كلا الطرفين هم أبناء المنطقة الشرقية.
أفاد مجلس شورى ثوار بنغازي في بيان له بمقتل 5 من عناصره جراء الغارات الجوية التي استهدفت مواقع المجلس خلال الأيام الماضية. من جهتها أكدت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة لعملية الكرامة أن مقاتلات حربية من نوع ميغ استهدفت الجمعة تجمعا لآليات وتمركزات في منطقة جنفودة يوم الجمعة. وأضافت رئاسة أركان القوات الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن طائراتها قامت أيضا بطلعات استطلاعية على مدينة جدابية وضواحيها. قال المراسل الإعلامي بمركز السرايا النافذة الإعلامية لمجلس شورى ثوار بنغازي عصام المغربي إن أهالي منطقة جنفودة يعانون نقصا في حليب الأطفال والأدوية وكافة المواد الغذائية. وأضاف المغربي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المنطقة المحاصرة تعاني من انقطاع كامل للمياه، وذلك بعد أن قامت قوات تابعة لعملية الكرامة بإقفال الصمام الرئيسي لخط المياه المغذي للمنطقة عقب سيطرتهم على جامعة جار يونس. في سرت قال عضو المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص رضا عيسى إن جميع محاور القتال في المدينة تشهد هدوءا حذرا. وأضاف عيسى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن فرق الهندسة العسكرية تقوم بتمشيط المناطق المحررة التي تمت السيطرة عليها مؤخرا ومنها حي الدولار. وأشار عضو المركز الإعلامي إلى أن سلاح الجو الليبي التابع للعملية شن 5 غارات جوية على الأقل استهدفت المناطق التي يسيطر عليها ما يعرف بتنظيم الدولة، موضحا أن طائرات الدعم الأمريكية لم تنفذ أي غارة منذ الأربعاء الماضي. ومن جانبه أكد مدير المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أحمد هدية أن الضربات الجوية الأمريكية في سرت تتم بالتنسيق مع غرفة العمليات الخاصة المشكلة من المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أن عملية البنيان المرصوص تجهز لخطة هجوم على الأرض وصفها بالكبيرة. هناك أعداد هذه الأيام لي خطة هجوم على الأرض، ستكون معركة كبيرة ويعد لها أعداد خاصة هذه الأيام. لم يحدد أو لم تحدد بعد الصفر بعد، ولكن هناك تجهيز لعملية أو لمعركة كبيرة مرتقبة خلال اليومين القادمين. نشرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مقطع فيديو يظهر استعداد طائرة حربية للإقلاع من البارجة الأمريكية في المتوسط USS واسب باتجاه مدينة سرت لتوجيه ضربات ضد مواقع يسيطر عليها ما يعرف بتنظيم الدولة. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية أفريكوم التي تقود هذه العمليات إن الضربة الأولى نفذت في الأول من أغسطس وإنها كانت دقيقة واستهدفت دبابتين من طراز T-72 وT-55 بالإضافة إلى آليتين اثنتين. وأضافت أفريكوم أن الضربة الثانية نفذت في 2 أغسطس واستهدفت منصة لإطلاق الصواريخ وآليات أخرى تستعمل كمضادات للطائرات. ورأى الباحث في الشأن القانوني والسياسي محمود إسماعيل في نشرة سابقة أن ليبيا بأجهزتها الأمنية قادرة على القضاء على ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرت. التمديد سيعطي أنهم درسوها ودرسوها بشكل جيد وأنها مهمة في آلية الاستمرار وتخصيص المبالغ المالية المذكورة الخاصة بميزانيتها التي 17، وإن كانت خجولة وإن كانت جائلة، لكن من الممكن جدا أن ندرك أهمية أن الدول الأوروبية مجمعة على أهمية التواصل واستمرارية هذه البعثة واستمرارية العمل على التواصل مع الجسم الموجود شرعيا في الدولة الليبية. أدركت أن أهمية العلاج يكمن في وجود هذه البعثة واستمراريتها للطرفين. طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الدول الأوروبية بمعالجة الحالات المستعصية من جرح المعارك ضد ما يعرف بتنظيم الدولة. وأعرب كوبلر في تغريدة له على أو في
أو على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن قلقه من تزايد عدد الجرحى والذين يتلقون العلاج في الدول المجاورة، مشددا على أن هذه الحرب هي حرب أوروبا أيضا حسب قوله. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مؤتمر صحفي بولاية فيرجينيا إن بلاده وجهت ضربات جوية ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت بطلب من حكومة الوفاق الوطني، موضحا أن هذه الضربات جاءت دعما لقوات البنيان المرصوص في حربها على التنظيم. وأشار أوباما إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني حتى تؤمن ليبيا. بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية، قمنا بشن ضربات جوية على معاقل تنظيم الدولة في سرت لدعم القوات المتحالفة مع هذه الحكومة، وسنستمر في دعم هذه القوات لتأمين البلاد. قال أمين سر وزارة الدفاع الإيطالية دومينيكو روسي إن حكومة بلاده لا تمانع من استخدام القواعد العسكرية والمجال الجوي الإيطالي لدعم العمليات العسكرية ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا. وأوضح روسي في جلسة استماع أمام لجنتي الدفاع والخارجية بالبرلمان الإيطالي بشأن التطورات في ليبيا، أوضح أن العمليات الجوية التي جرت حتى الآن لم تشمل إيطاليا، مضيفا أن بلاده لن تبقى غير مبالية بما يحدث في ليبيا حسب تعبيره. وأكد أمين سر وزارة الدفاع الإيطالية أنه نظرا لقرب تهديد ما يعرف بتنظيم الدولة، تبقي الحكومة الإيطالية الحوار مفتوحا مع الجانب الليبي والحلفاء الأمريكيين للتحقق من تطور العمليات واحتياجات الدعم. مدد الاتحاد الأوروبي مهمة بعثته في ليبيا لمدة عام إضافي، وخصص لها ميزانية بمبلغ 17 مليون يورو. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فإنه كان من المقرر أن ينتهي عمل البعثة الأوروبية في ليبيا مع نهاية أغسطس الجاري. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا في مايو الماضي على مساعدة ليبيا في إعادة بناء قواتها البحرية وقوات حرس السواحل لتأمين الشواطئ الليبية ومواجهة مهرب البشر عبر المتوسط. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في مقابلة مع قناة الغد العربي إن هناك مؤتمرا للشرطة الليبية في تونس لتحديد الهيكلية التي ستتبعها، مشيرا إلى عقد اجتماع في مطلع سبتمبر القادم لتقييم الأوضاع في ليبيا. نحن موجودين هنا، ينعقد مؤتمر للشرطة الليبية مع وزارة الداخلية هنا في تونس لتحديد الهيكلية التي ستعتمدها الشرطة في داخل طرابلس. هناك ونحن نعمل أيضا على الشأن الأمني بالنسبة لطرابلس. لقد تحدثنا ونتحدث دائما نحن عن ضرورة وجود جيش ليبي موحد أيضا. وأشار رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر إلى وجود حكومة واحدة في البلاد وهي حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا أن الحكومة ينتظرها كثير من العمل. أتفق بأن هناك مسائل يجب على الحكومة أن تقوم بها، على سبيل المثال يجب عليها التركيز على شؤون الأمن وتوفير الأمن للمواطنين، توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. هذه الحكومة، حكومة الوفاق الوطني، لديها الكثير من المهام التي يجب عليها القيام بها، توفير الكهرباء للشعب خلال الصيف، الشعب بحاجة للكهرباء، توفير السيولة المالية ليستطيعوا شراء مؤنهم من السوق. قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا جوناثان واينر إن إعادة تفعيل حقلي الفيل والشرارة النفطيين يمكن أن تضيف 440 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج الحالي، وهو ما يساعد ليبيا في المحافظة على وارداتها من الدواء والغذاء. وأعرب واينر في تغريدة له عبر حسابه على تويتر عن أمله في أن ينتج عن اللقاء الذي جمع ديوان المحاسبة بالمؤسسة الوطنية للنفط وعمداء بلديات الجنوب خطوات إيجابية وعملية من أجل زيادة توليد الطاقة
والحد من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. أكد ناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس سيعقد يوم الاثنين القادم جلسة رسمية بمقره الجديد في مدينة طبرق لمناقشة اللائحة الداخلية المتعلقة بمجلس النواب، فضلا عن تنظيم عمل المجلس. وأضاف بليحق أن الجلسة المرتقبة لمجلس النواب ستعقد بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح، وستناقش مسودة مشروع الدستور المقدمة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، داعيا كافة الأعضاء إلى ضرورة حضور جلسة الاثنين القادم. تم الاتفاق على جدول أعمال محدد سوف يتضمن جدول الأعمال. النقطة الأولى هي مناقشة اللائحة الداخلية وتنظيم عمل مجلس النواب، والنقطة الثانية سوف تكون موضوع مسودة الدستور التي قدمت من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي. فهذه دعوة موجهة لكل السادة أعضاء مجلس النواب للحضور في الجلسة القادمة يوم الاثنين. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. الفيلمان الليبيان الخوف و17 فبراير يشاركان في المسابقة الرسمية لمهرجان خيرونا السينمائي الإسباني للأفلام القصيرة. مجلس شورى مجاهدي درنا وشباب المدينة يصدون هجوم لقوات عملية الكرامة في المدخل الغربي، وطيران عملية الكرامة يستهدف مواقع في الظهر الحمر وجنوب الكسرات ومصيف ديليس. مقتل خمسة من عناصر شورى ثوار بنغازي جراء الغارات الجوية الأيام الماضية، وقوات عملية الكرامة تقصف آليات ومواقع في جنفودة وسط نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية تعيشه المنطقة. أوباما يشدد على ضرورة دعم حكومة الوفاق الوطني حتى تؤمن ليبيا. وإيطاليا تعرب عن موافقتها لاستخدام مجالها الجوي لدعم العمليات العسكرية في سرت. أهلا بكم من جديد. صرح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر بأن الشباب في ليبيا يمثلون أكثر من ثلثي الشعب، مشيرا إلى أن البعثة ملتزمة بدعمهم. وأكد كوبلر خلال لقاء مع المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة للشباب أحمد الهنداوي، أكد على ضرورة المضي قدما في تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي حول الشباب والأمن والسلام في ليبيا. وكان مبعوث أمين عام الأمم المتحدة للشباب قد التقى الأسبوع الماضي في تونس بممثلين عن المجموعات الشبابية الليبية. قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمنح مواد طبية إلى مستشفيات جدابية والزنتان وطرابلس ومصراتة. وكانت اللجنة قد قدمت الأسبوع الماضي مساعدات طبية تضمنت 1750 كيسا خاصا بالجثامين ومعدات إدارة الرفات إلى فروع جمعية الهلال الأحمر الليبي في كل من الخمس وبنغازي. تشارك الشركة الليبية لتطبيقات المستقبل في التصفيات النهائية للمسابقة العالمية التي تقام بولاية كاليفورنيا الأمريكية لاختيار أفضل الشركات الناشئة في ريادة الأعمال حول العالم. وتعد الشركة الليبية التي أسسها خريج برنامج فولبرايت بأمريكا تميم الديب وشريكه زياد الحجاجي من بين الشركات الناشئة حديثا في مجال الابتكارات والريادة في العالم. كما تعتبر الشركة الليبية لتطبيقات المستقبل أول شركة ليبية تشارك في هذه المسابقة. اختتمت في مدينة جالو فعاليات حملة لنتعلم حقوقنا للأطفال في نسختها الثانية، والتي نظمتها منظمة حقوقيون بلا قيود ببنغازي. وقال المدرب أحمد بازاما إن الحملة التي استمرت أسبوعين تضمنت محاضرات وورش عمل حول تعليم الأطفال وتوعيتهم بحقهم في التعليم والرعاية الصحية والأسرية والتعبير عن آرائهم من خلال التدريبات العملية والزيارات الميدانية لبعض المؤسسات الحكومية.
اختار مهرجان خيرون السينمائي الذي ينظم في مدينة جيريندا الواقعة شمال شرق إسبانيا من 28 من سبتمبر القادم إلى بداية شهر أكتوبر، اختار فيلمين ليبيين للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان للأفلام القصيرة. الفيلمان الليبيان للمخرج أسامة رزق، الأول بعنوان الخوف والثاني بعنوان 17 فبراير. تفاصيل أوفى عن هذين الفيلمين في سياق التقرير التالي. الدورة 28 لمهرجان جيرونا السينمائي بإسبانيا تبدو دورة استثنائية للجمهور الليبي نظرا لمشاركة ليبيا لأول مرة بفيلمين قصيرين أخرجهما أسامة رزق. أسامة شاب ليبي ارتبطت باسمه عديد الأعمال الفنية، من ذلك دراجانوف وفوبيا والمسلسل الكوميدي عياد الذي أنتجته قناة ليبيا لكل الأحرار. وها هو اليوم يطمح للعالمية من خلال فيلمي الخوف و17 فبراير. الفيلمان تأهلا للمشاركة في المنافسة الرسمية ضمن فئة الفيلم القصير من بين 62 فيلما، وقد ترشح 9000 فيلم لهذه المنافسة من كافة أنحاء العالم. فيلم الخوف يروي قصة مجموعة من الأطفال يلعبون في الشارع ويبرز طفل آخر بصدد رسم خريطة ليبيا على أحد الجدران، وفجأة يظهر رجل غريب يرعب الأطفال، ومن هنا تبدأ القصة. بظهور الغريب يتحول الشارع من فضاء للعب والمرح إلى فضاء مظلم يملأه الخوف، ولكن بتضافر الجهود وتوحيد الصفوف استطاع أهل الحي طرد هذا الغريب. 17 فبراير هو الفيلم المرشح الثاني، وكانت فكرة الأمل محور جميع أحداثه، صورة صياد وابنها أمام قارب مهترئ، وبالعزيمة استطاع إعادة القارب إلى ما كان عليه، وكانت رسالة الفيلم واضحة، ليبيا تبنى بالعمل. الفيلمان جسد الواقع الليبي في بضع دقائق، وحاول تشخيص الوضع الذي تعيشه البلاد من خلال الصورة والموسيقى دون اللجوء إلى الكلام. ومع هذه المشاركة العالمية يبدو أن المسؤولية بدأت تكبر أمام الشباب الليبي الذي يطمح إلى التغيير ويسعى لأن تكون ليبيا أفضل مما هي عليه الآن. وقد عبر المخرج الليبي أسامة رزق في نشرة سابقة على قناة ليبيا لكل الأحرار عن سعادته بالمشاركة في مهرجان عالمي مثل خيرونا، موضحا أن اللهجة الليبية ليست عائقا أمام الانتشار العالمي للأفلام الليبية. وإحنا سعداء أنه تم اختيار فيلمين يشاركوا وباسم ليبيا، وطبعا احنا عندنا مجموعه من الاعمال اشتغلناها السنه الماضيه ويعني قدمنا عليها لهذا المهرجان، هو واحد من اهم المهرجانات المتخصصه في الفيلم القصير لانه هو حاليا في الدوره 28، والحمد لله تمت الموافقه على فيلمين ومش فيلم واحد. مباشره الى تذكير بعناوين النشره. مجلس شورى مجاهدي درنا وشباب المدينه يصدون هجوما لقوات عمليه الكرامه في المدخل الغربي، وطيران عملية الكرامة يستهدف مواقع في الظهر الحمر وجنوب الكسرات ومصيف ديليس. مقتل 5 من عناصر شورى ثوار بنغازي جراء الغارات الجوية الأيام الماضية، وقوات عملية الكرامة تقصف آليات ومواقع بقنفودة وسط نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية تعيشه المنطقة. أوباما يشدد على ضرورة دعم حكومة الوفاق الوطني حتى تؤمن ليبيا. وإيطاليا تعرب عن موافقتها لاستخدام مجالها الجوي لدعم العمليات العسكرية في سرت. هذه النشرة انتهت، دمتم في أمان الله ورعايته.